التحالف الاستراتيجي بين المخزن والكيان الصهيوني يطلق العنان لجميع الشرور التي عرفتها البشرية منذ بداية المجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال يوميا في غزة، لكن الشعب المغربي غير راض عن هذا التحالف الذي لا يمثله ولا يشرفه، بل إنه يشعره بالعار والذل والقهر وأنه مجرد رعية مغلوب على أمرها. قرارها بيد ملك لا يهتم لانتماء المغاربة وهويتهم العربية الإسلامية، ويتجاهل تطلعاتهم بضرورة أن تكون الدولة المغربية في صف القضية الفلسطينية وفي الخندق المعادي للصهيونية وكيانها الغاصب الذي يستبيح المقدسات. المخزن وصل إلى نقطة الانهيار ولم يعد قادرا على التراجع عن خياناته العديدة والتاريخية. ليس من المستبعد حدوث انتفاضة شاملة من شأنها إسقاط هذا النظام الفاسد والخائن الذي يعيش حالة من الذعر والفشل على كافة الجبهات والأصعدة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.